طيب بأمر الله هنكمل حل كتاب المعاصر للساينس بريب 2. هنحل ليسون 2 دلوقتي، graduation of the properties of the element in the modern periodic table. كنا حلينا قبل كده في ليسون 1 ال variant questions وال times questions، وحلينا worksheet 1 و 2. هسيب اللينك بتاعهم في الديسكريبشن تحت. طيب هنبدأ، هنحاول نحل السؤال بتاع choose والسؤال اللي بعده true false والscientific term بأمر الله في الفيديو ده. هنقول أول حاجة choose the correct answer. The atomic size is determined by knowing the atomic radius of the atom and its measuring unit. كانت ال measuring unit ديت هي بالبيكو ميتر. طيب عندي in period 2 atomic size of oxygen O8 is greater than that of. طيب انا عندي في بيريود 2 عندي في السيم بيريود الاتوميك سايز بيحصل له ايه؟ كل ما بمشي كده في السيم بيريود بيحصل له ديكريز، يعني كل ما بمشي كده باي انكريزنج ذا اتوميك نمبر، لما الاتوميك نمبر يحصل له انكريز الاتوميك سايز على طول بيحصل له ديكريز، ماشي كده؟ فانا عندي هتبقى طبعا ال ال اي هي اكبر حاجه في الاتوميك سايز. بعد كده هنقول بعديها كل ما بزود الاتوميك نمبر الاتوميك سايز بيقل، يبقى البي، وبعد كده هيبقى فيه سي 6 صح كده، وبعد كده هيبقى فيه الاف 9. فانا عندي الاليمنت بتاعي كام؟ الاليمنت بتاعي اللي هو الاو 8، الاو 8 ده هيبقى جريتر ذان الاف 9 بس، واقل من ده كله صح كده. يبقى انا عندي هيبقى هو جريتر ذان الاف 9 ماشي كده. يبقى انا عندي 3 5 6، بعدين احط او 8 بتاعتي، بعدين الاف 9 هي اخر حاجة. طيب in the same period اللي بنقول عليها هي by increasing the atomic number، ايه اللي بيحصل؟ ال atomic size decrease. ايوه هو ال atomic size بيحصل له decrease. ايوه بيحصل له decrease. طيب هنا بيقول لي ال atomic size increase، لا ال atomic radius increase. ما هو لو ال atomic radius هيحصل له increase ال atomic size هيحصل له برضه increase، فده غلط وده غلط. no correct answer، لا احنا قلنا ال atomic size decrease. طيب بعد كده بيقول لي which of the following elements is a metallic element. انا بعرف الميتاليك element منين؟ الميتاليك element ده هو لل outermost energy levels في less than 4 electrons ماشي كده. فهنعمل ال configuration لكل واحد منهم، ال Mg وال Cl وال O8 وال Ne9 ماشي كده. هنعمل مثلا بالنسبة للام جي هيبقى 282. هو بيقول لي ايه which of the following elements is metallic element، ما على طول يبقى هو ده لانه فيه less than 4 electrons. نجرب بقى الباقي برضو 287، لا ده طبعا non metallic علشان فيه more than، ده 26 برضو more than 4 electrons، ده 28 برضو more than 4 electrons، ده inert gas أساسا ماشي كده. فهيبقى هو اللي ايه؟ المغنيسيوم. طيب during the chemical reaction metal atoms tend to، في الكيميكال رياكشن الميتالز بتكون بتميل لانها بتعمل ايه؟ الميتالز قلنا هيبقى فيها less than 4 electrons في الاوتر موست، فبتعمل لوز ليهم مش بتعمل جين. ما هي اسهل علشان تبقى الاوتر موست فيه 8 الكترونز انها تعمل لوز للالكترونز اللي هنا سواء كانت 1 او 2 او 3، يبقى تند تو ايه لوز الكترونز اند تشينج انتو نيجاتيف ايونز. لا هي لو هتعمل لوز يبقى تتحول لبوزيتيف ايون مش نيجاتيف ايون، يبقى هي دي اللي هي نمبر سي. طيب امال مين اللي بيعمل جين للالكترونز؟ دوت النون ميتالز بتعمل جين وبتتحول لنيجاتيف ايونز. طيب an element x whose atomic number is 13 so the number of electrons in its ion. طيب نعمل configuration ونعرف هو دوت الاليمنت ده ايه 283، فده ميتاليك، فده هيعمل ايه؟ هيعمل لوز ولا جين؟ قلنا الميتاليك بيعمل لوز، فهيعمل لوز لل 3 دول ويتبقى كام؟ 28، يبقى يتبقى ايه 10 ماشي كده. طيب هو بيعمل لوز للالكترونز اللي موجوده في الاوتر موست. طيب the electronic configuration of sodium ion Na plus is similar to that of. طيب هو ال Na اساسا ال Na عندي 11 281، هو قال لي بلس يعني هو قال لي انه عمل لوز للاوتر موست، فبقى ايه بقى 28، يعني بقى كأن الاتوميك نمبر، هو طبعا مش الاتوميك نمبر بتاعه، هو الايون بتاعه يبقى فيه ايه في 10 الكترونز.
هو سيميلر لايه؟ سيميلر لاي اليمنت فيه ايه؟ في 10 الكترونز اللي هو النيو، ماشي كده؟ طيب ذا الكترونيك كونفيجريشن اوف مغنيسيوم ايون، برضو نفس السؤال، السيميلر تو المغنيسيوم اللي هو 2.8، هيعمل لوز للتو الكترونز دول عشان هو ميتال، ماشي كده؟ وهيبقى سيميلر لايه؟ برضو سيميلر لي المفروض النيون اللي هي لا نشوف بقى السؤال، بيقول لي is similar to the number of electrons in is similar to that of، فين السؤال؟ ايوه رقم 8، the electronic configuration of magnesium is similar to all the following، لكل حاجه similar لكل دول except ما عدا. هلاقيه بقى هو similar، هو احنا قلنا ال MG هو كده هيبقى عباره عن 10، صح كده؟ تعالوا نشوف ال NA بلس، يعني معنى ان ال NA بلس ان ده بوزيتيف ايون، يعني ان هو هيعمل ايه؟ برضه هو هيعمل لوز ل1 الكترون، صح كده؟ فهيبقى 2.8 زي المغنيسيوم لسه قايلين. طب النيون، النيون اصلا ده الاليمنت نفسه 2.8، ماشي، يبقى هو شبه ده وشبه ده. طب ال AL 2.8 3، وهيعمل لوز ل3 علشان هو قال لي AL بلس اتحول لبوزيتيف ايون اهو، معنى كده انه عمل لوز ل3. طيب يبقى برضه هو سيميلر لده. طيب ده هيبقى ايه؟ 2 8 8، لا هو مش سيميلر لده خالص، هو المفروض يبقى عندي 2 8 بس زي دول كلهم. احنا لسه قايلين اهو، احنا بنتكلم عن ايه؟ عن المغنيسيوم، المغنيسيوم اهو عمل لوز ل2 الكترونز، فبقى الكونفيجريشن بتاعه 2 8، فانا هلاقي ان هو كلهم شبهه 2 8 ما عدا الارجون اللي هو ايه؟ 18 2 8 8. If you know that the atomic number of the element or of an element equal 11, which of the following figures present the electronic configuration of its ion? بالراحة، هو أنا عندي ال atomic number بتاعه يبقى 2 8 1، ماشي كده؟ فبيقول لي بقى إيه بقى ال figure اللي بيعبر عن ال electronic configuration بتاع الايون، يعني بعد ما يعمل لوز. ما هو بعد ما يعمل لوز هيبقى كده، تعالوا نبص ايه الفيجر اللي عندي. لا ده طبعا لا، بعد ما يعمل لوز لا، هيبقى ده كده، ماشي، اللي هو بي. طبعا ده غلط خالص، مديني 1 2 8 ومديني 1 8 2، انا ببدأ 2 8 8 وهكذا. The electronic configuration of the ions of the following of all the following elements is similar to that of AR18 except نفس اللي فوق. بالراحة كده، هو ال AR18 دوت element مش مديني ايون اهو، 2 8 كده كده ده ان ارتجاز يعني ما فيهوش اي 288. انا بقى عايز اشوف الايون بتاع دول هيبقى شبه ولا لا. تعال على الفوسفورس مثلا، عندي البي دي 15 يبقى 285، ولو هيعمل جيم بقى، ما هو هما بيتكلم عن الايون بقى، بيقول ايه؟ ذا الكترونيك كونفيجريشن اوف ذا ايونز، الايونز بتاع ده طبعا نان ميتال، فهيعمل جين ل 3 فهيبقى 288، ماشي كده؟ وهيخليه بي كده، هنعمل جين. طيب تعال على السلفر، برضو نفس الكلام 286، فهيعمل جين ل2 هيبقى 288، وهيبقى كده الايون بتاعه كده. طيب بعمل النمبر اوف التشارجز على قد ما هو ايه، عمل جين، عمل جين ل3 فبعمل كده ماينس 3، عمل جين ل2 فبعمل ماينس 2. تعال على هي دي طبعا اللي هتبقى عندي، لانها هتبقى 27، ماشي كده؟ طيب فهو هيعمل جين لواحد فهيبقى كده، يبقى 28، وهيبقى كده اف ماينس 1، ماشي. هو اصلا الارجون، الارجون 18 288 في 3 بيريودز، ده في 2 بيريودز بس، فطبعا لا الكونفيجريشن بتاعه مش هو هو. السي ال برضه هيطلع زي دول، ماشي كده؟ فهيبقى عندي الاف 9. طيب السي ال هنقولها بسرعة 287، فهيعمل جين لواحد وهيبقى 3 بيريود اهو، 3 انرجي ليفلز في الثيرد بيريود، صح كده؟ فزي بالظبط الارجون. The difference between chlorine Cl atom and chloride ion Cl negative charge is the number of. اللي بيحصل هنا ان دوت كده عمل جين ل1 الكترون، صح كده؟ طيب بيختلف ايه؟ ما بقول جين ل1 الكترون يبقى بيختلف في النمبر اوف الكترونز، ده النمبر اوف الكترونز اكتر من ده، ماشي كده؟ يبقى النمبر اوف ايه؟ الكترونز. بنقول بيعمل جين لايه؟ جين لالكترونز. طيب all the following elements are from semi metals except التلريوم، ده semi metals، السيليكون semi metals، البورون semi metals، لكن البرومين لا مش semi metals، برومين metal. طيب each period in the modern periodic table or in the periodic table starts with
كل بيريود بيبدأ بإيه؟ إحنا قلنا إن each period starts with except طبعا البيريود الأولانية starts with strong metal، يبقى metallic element، ماشي كده؟ طيب يبقى strong metallic element كمان، يعني نكتب strong هنا كمان. By increasing the atomic number within the period، في خلال البيريود إيه اللي بيحصل؟ المتاليك بروبرتي decreases، المتاليك بروبرتي بتقل، أيوه. النون ميتاليك بروبرتي increases، أيوه برضو. يبقى هتبقى all the previous answer. الاتوميك سايز decreases، أيوه الاتوميك سايز decreases، يبقى all the previous answer. By increasing the atomic number within group 1A، أنا عندي في السيم جروب لما أزود الاتوميك نمبر الإيه؟ الاتوميك سايز بيحصل لها ايه؟ لا ديكريز، لا الاتوميك سايز بيحصل لها انكريز. النون ميتاليك بروبرتي انكريز، لا النون ميتاليك بروبرتي ديكريز، لان الميتاليك انكريز اهو، الميتاليك بروبرتي ديكريز، ايوه هي دي، ماشي كده. نقول كده على طول في السيم جروب، لو انا نازل كده الاتوميك سايز الاتوميك نمبر بيحصل له انكريز، الاتوميك سايز انكريز، الميتاليك بروبرتي انكريز، النون ميتاليك بروبرتي ديكريز، ماشي كده. هتلاقوا الجدول ده ورا في البوك. Is the lowest metallic element in group 1A؟ في جروب 1A بيقول لي انهي اقل metallic element. انا كل ما بنزل كده الميتاليك بروبرتي بتزيد، صح كده؟ فاكيد اقلهم اتوميك نمبر هو اقلهم ايه؟ اقلهم metallic بروبرتي، ماشي كده. The lowest metallic element. طيب انا عندي مين اقلهم metallic element؟ اتوميك نمبر اللي هو ال LI، لان ده 3، ماشي كده. لو نعملها بالترتيب كده من الصغير للكبير، ال LI هو اصغر حاجة، اكبر منه ال NA لانه 11، اكبر منه ال K اللي هو 19، وفي الاخر السيزيوم ده اصلا اكتر ميتاليك element فيه، يعني ده ال strongest ميتاليك element اللي هو ال CS السيزيوم. صوديوم اوكسيد از فروم اسيديك ولا بيزس ولا اموفيتريك؟ طيب ولا نو كوركت انسر؟ طيب انا اعرف الاسيدك منين والبيزك منين؟ والله لو ميتال عمل رياكت مع الاكسجين يكون لي بيز، يبقى لو ميتال مع الاكسجين يكون لي بيز، طب لو نان ميتال مع الاكسجين يكون لي اسيد. طيب انا عندي بقى الصوديوم ده اللي هو ان ايه، ميتال ولا نان ميتال؟ لو عملنا له الكونفيجريشن لقيته 281، يبقى هو فيه ليس ذان 4، يبقى هو ميتال. فطالما ميتال مع الاكسجين يديني ايه؟ يديني بيز، بيزك ايه اوكسايد. مغنيسيوم رياكتس ويز اوكسجين جيفين، لما يحصل رياكشن بين المغنيسيوم و الاكسجين، مغنيسيوم اللي هو ام جي بلس او 2 تديني ايه؟ تديني 2 ام جي او. فين ام جي او؟ ام جي او، ماشي كده. طيب ولما ال MgO دي تعمل رياكشن مع ال H2O تديني المغنيسيوم هيدروكسيد اللي هي MgOH2. طيب when sodium reacts، لا الأول 19، all the following metals reacts with water except. طيب كل الميتالز دي بتعمل رياكشن مع الووتر except ايه؟ except ال Cu اللي هو الكبر، ما بيعملش أصلا رياكشن مع الووتر، ماشي كده. طيب انا عندي ال K اللي هو البوتاسيوم بيعمل رياكشن، ال Na ال Mg، لكن ال Cu ما بيعملش. هنلاقيها في الكيميكال اكتيفيتي سيريس ان ال Cu don't react with water. ال Cu ايه تاني؟ والسيلفر ال Ag، ماشي كده. when sodium reacts with water انهي جاز evolves؟ يعني انا عندي الصوديوم اللي هي Na بلس H2O، صح، صوديوم مع الووتر، ايه الجاز اللي هيحصل له فيروس؟ اللي هو الايه؟ الهيدروجين، ماشي كده. دي هتديني اعتقد بس مش علينا، ان اي او اتش بلس اتش 2 بيحصل له ايفولف كده. طيب which of the following elements reacts with dilute hydrochloric acid؟ اي واحد منهم بيعمل رياكت مع dilute hydrochloric هيدروكلوريك اسيد. طيب دلوقتي اللي بيعمل رياكتس مع الدايليوت هيدروكلوريك اسيد دوت لازم يكون ميتال، ماشي كده، ما ينفعش يكون نون ميتال. يعني الكربون والسلفر لا، لان دول نون ميتالز، ماشي كده. طيب تعالى الزد ان ولا السي يو؟ لا الزد ان اصلا ما بيعملش رياكت، مش اكتيف، ماشي كده. السي يو اللي هو الكبر ده ما بيعملش رياكت، يبقى مش باقي عندي غير الزد ان،
ماشي كده. السي يو ما بيعملش رياكت مع الهيدروجين لانه مش اكتف. طيب which of the following is an acidic oxide؟ قلنا اهو علشان نقول انه اسيد لازم يكون ايه، لازم يكون نون ميتال، مش ميتال. يبقى الام جي او ما تنفعش، الاف اي او ما تنفعش، عندي السي يو برضو ما تنفعش، هيبقى السي او 2. ماشي كده، لان ده الوحيد اللي هو الكربون، ده اللي هو وحيد نون ميتال، نون ميتالز. طيب the oxides of the third period elements are as the following. ماشي، ال third period دي بتبدأ بإيه؟ احنا قلنا H period بتبدأ بإيه؟ بتبدأ ب strong metal، صح كده؟ طب metal ده يعني metal ده هيخلي لي لما يعمل reaction مع الأكسجين هيكون لي base ولا acid؟ لا هيكون لي base، فهنبدأ بيز. يبقى أنا عندي إما C إما D، يبقى بيزكس. طيب بعد البيزك في ايه بقى؟ يعني بعد الميتالز بخش على طول على النون ميتالز، ولا بعدي الاول على السيمي ميتالز؟ بعدي الاول على السيمي ميتالز اللي هو بيكون لي الاموفيتريك ايه، اوكسايدز. ماشي كده، الاكاسيد المتردده. فهنقول طبعا البيزكس الاول علشان اليمنتس، علشان ميتالز، بعدين اموفيتريك علشان ميتالويدز او سيمي ميتالز، بعدين الاسيدز علشان الايه، النون ميتالز. يبقى هتبقى دي. ماشي كده، يبقى هنقول تاني في الثيرد بيريود، اي بيريود مش في الثيرد بيريود، اي بيريود اكسبت بيريود الفيرست بيريود ستارتس ويز ايه، سترونج ميتال. فطالما ميتال يبقى هيكون لي بيز. طيب فقلنا سي ولا دي؟ لا، ما هو الميتال مش بينط على طول يدخل على على النون ميتالز، لا بيعدي على الميتالويدز الاول، فيعني بيعدي على امفيتريك ايه، اوكسايدز. burning of carbon in air produces carbon اللي هو C، والاير اللي هو ال O2 الاكسجين، صح كده، يديني CO2. طيب the oxide which dissolved in water dissolves in water and produces an acid produce acid. قلنا acid يعني عايزين ايه، عايزين ميتال ولا نون ميتال؟ لا عايزين نون ميتال. ماشي كده، فكل دول ميتال، الام جي ميتال، اف اي او ميتال، السي يو ميتال، يبقى مش عندي غير السي او 2 تقريبا. قلناها برضو ايه، نفس الكلام، نفس السؤال اهو، نفس السؤال بتاع 22 هو. طيب هندخل على السؤال اللي بعده علشان الوقت. put true or false and correct the wrong ones. the atomic size increases in the same group by increasing the atomic number. دي true، الاتوميك سايز بيحصل له ايه، increase by in the same group by increasing the atomic number. طيب ليه؟ طبعا لان النمبر اوف انرجي ليفلز بيحصل له انكريز، وبالتالي الاتوميك سايز بيحصل له انكريز. يعني ايه اللي بنقوله ده؟ يعني مثلا نبص على حاجه زي ال ال اي وال ان اي، انا هلاقي كده ان ال ال اي فوق وال ان اي تحته، ماشي كده. فال ال اي ده 3 فبيعمل يديني 2 1، ال ان اي دوت 11 فيديني 2 8 1، صح كده. وانا عندي هنا الاتوم وعندي هنا الاتوم، نبص على الراديوس كده هنلاقي طبعا ان ده اكبر من ده، يعني النص القطر اكبر، وبالتالي طالما نص القطر اكبر لو هرسم دايره من هنا هتبقى اكيد اكبر من الدايره اللي هنا، فعشان كده الاتوميك سايز بيحصل له انكريز. ماشي كده. طيب in the group the atomic size increase as we give from top to bottom in the group the atomic size. ما هو نفس السؤال، ايوه ده نفس السؤال، هو نفسه من اعلى لاسفل. ايوه الاتوميك سايز بيحصل له انكريز. ذا اتوميك سايز اوف كلوراين سي ال از جريتر ذان اوف مغنيسيوم ام جي 12. الاتوميك سايز اللي هو الاتوميك سايز بتاع الكلوراين سي ال از جريتر ذان ذات اوف مغنيسيوم. ده جميل السؤال ده. طيب هما الاثنين دول في انهي بيريود، في انهي بيريود؟ هلاقي ان دوت في بيريود 3 وده آخر في بيريود 3. طيب معنى كده ان هما في السيم بيريود مش في السيم جروب، ماشي كده. طيب انا عندي في السيم بيريود الاتوميك سايز بيحصل له ايه؟ طالما في السيم جروب الاتوميك سايز بيحصل له انكريز، يبقى في السيم بيريود الاتوميك سايز بيحصل له ديكريز، ماشي كده. فانا عندي مين بقى اللي هيبقى اكبر؟ انا عندي كل ما الاتوميك نمبر بيزيد في السيم بيريود الاتوميك سايز بيحصل له ديكريز، قلنا ماشي. فيبقى عندي ده هيبقى اكبر من ده في الاتوميك سايز، ماشي كده. يبقى الاتوميك سايز اوف كلوراين سي ال 17 از هتبقى ايه، ليس ذان او سمولر ذان مثلا. طيب ذا اتوميك سايز ديكريزز ان ذا بيريود از اتوميك نمبر انكريز، ده اللي عمالين نقول اهو، يبقى ترو، يبقى دي فولس، ماشي كده. طيب
The bond is described as a polar covalent when the difference in electronegativity between the two bonded element equal zero. لا مش equal zero، هو equal ايه او elements هنقول relatively. هو احنا بنتكلم عن the difference in electronegativity between the two bonded elements is relatively high. طيب بعد كده في water and ammonia are from polar compounds. دي true، ما ال water وال ammonia. water molecule is a polar compound because the difference in the electronegativity between its element is relatively low. طبعا هنقول false، relatively high. طيب the electronic structure of positive ion is similar to that the nearest following inert gas. هو بيقول of positive ion، الاستراكشر بتاع البوزيتيف ايون بيكون شبه النيرست فولوينج انرت جاز. لا هتبقى فولس. ليه فولس؟ يبقى دي هنعمل كده الاول بريسيدنج اللي قبله. ليه بقى؟ دلوقتي البوزيتيف ايون دوت مثلا حاجه زي ال Na281 بيعمل لوز، صح كده؟ فبيخسر اصلا انرجي ليفل كامل، ماشي كده؟ فبيقل يعني 2.8 دي بتقل، فاكيد بيوصل للي قبله، للانرتجاز اللي قبله مش اللي بعده. ما الالكترونز بتقل فبيوصل للايه، للانرتجاز اللي قبله، ماشي كده؟ مش اللي بعده. طيب بوث اوف ان طبعا هنعمل في النون ميتالز العكس، ماشي كده؟ يعني في النيجاتيف ايونز العكس هتبقى الفولوينج فعلا. بوث ان اكسجين ايون او ماينس 2 power minus 2 and an argon atom AR have the same electronic configuration. نشوف، انا عندي ده 2 6 صح كده، وطالما هو نيجاتيف ايون فهو كده هيعمل جين هيبقى 2 8. طيب ونشوف ده 2 8 8. لا طبعا يبقى دي فولس. ماشي الكوريكشن ممكن نعمل ايه؟ نشوف هو ال احنا عايزين حد يبقى 2 8 بس. طب ما 2 8 بس ده اللي هو النيون، صح كده؟ فممكن نكتب دي النيو 10، وممكن بقى نغير دي نشوف حاجة قريبة لدي. يعني ايه؟ يعني الارجون ده 2 نعملها في الورقة هنا. يعني احنا ممكن خلاص قلنا في حل ان نقول النيو، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نقول ان الارجون ده طالما 2 الارجون ده طالما 2 8 8 ندور على الحاجة برضو زيها في السيرت بيريود 2 8، ماشي كده؟ وعملت جين يعني 2 8 7 مثلا، وعملت جين لواحد فبقى 2 8 8، ماشي كده؟ هو مين اصلا اللي كان 2 8 7 ده؟ ده الكلوراين اللي هو السي ال، فلو عملناها كده برضو هتبقى صح، ماشي كده؟ لان هنقول ان هو اصلا كان 2 8 7 وعمل جين لواحد بقى 2 8 8 زي الارجون، ماشي كده؟ فممكن نغير دي، قلنا نخليها النيون، وممكن نسيب دي ارجون زي ما هي ونغير دي نخليها نخليها ايه، قلنا الكلوراين كده باور ماينس 1. طيب during the chemical reaction Mg12 atom tends to form a positive ion that carries one positive charge. نشوف كده بالراحة، ال Mg atom tends to form positive ion. ايوه ما هي بتعمل لوز، مش هي 282 فهتعمل لوز 2 فهتكون positive ion. طيب that carries one positive charge، لا احنا لسه قايلين هتعمل لوز ل 2 electrons يعني 282 فهتعمل لوز 2 فهتاخد كام positive charge؟ هتاخد 2، ماشي كده؟ طيب each period starts with a weak metal، قلنا لا a strong metal، صح كده؟ طيب metals have the properties of metals or and non-metals. دي true، by increasing the atomic number within a period the metallic property increase. المتاليك بروبرتي انكريز واحنا ماشيين كده في السيم بيريود؟ لا ده المتاليك بروبرتي بيحصل لها ديكريز. طيب امال ايه اللي بيحصل لها انكريز؟ ممكن نقول the non-metallic property، يعني ممكن برضو نعمل correction نقول the non-metallic property increase. The metallic property in group 1A increases as we give from up we go from up to down. المتاليك بروبرتي في الجروب بيحصل له انكريز، ايوه بيحصل له انكريز من up to down، من فوق لتحت. magnesium reacts with dilute HCl and Cl2 gas evolves. طيب magnesium Mg plus HCl ماشي كده
تديني ام جي سي ال زائد ايه بقى اللي هيحصل له ايفولف اتش 2. انا مش كاتب البالانس يعني، بس هنكتب كده غلط، وهنكتب ان الجاز اللي بيحصل له ايفولف اللي هو الاتش 2 الهيدروجين جاز، ماشي كده اهو ام جي سي ال بلس ايه اتش 2. طيب مغنيسيوم اوكسيد از ا بيزك اوكسيد، احنا قلنا نقول بيزك ماشي كده لو حصل رياكشن من واحد ميتال مع الاكسجين. هو المغنيسيوم ميتال، اه يبقى ده بيزك فعلا. طيب metals are arranged in ascending order according to their chemical activity in the chemical activity series ascending. لا مش ascend، هو معمول ايه، هو descend ترتيب تنازلي من كبير للصغير يعني، يبقى كده descend اللي هو تنازلي. انا فصلت الفيديو وكملناه تاني، وفي اسئلة مش عارف ايه، تقريبا كنا واقفين عند فين، عند 17 metals are arranged in an قلنا اه قلنا هتبقى descending order according to، لا مش هتبقى ascending، هي descending order. بعد كده sulfuric acid is produced، قلنا برضو دي when carbon dioxide gas dissolves in water، كنا قلنا ديت. لا انا عندي هتيجي منين السلفريك، من الكربون والكربون دايكسيد مع الووتر، فين بقى السلفريك في الكلام، مفيش. طيب يبقى هيتكون عندي ال H2 CO3 اللي هو يبقى دي كده غلط ماشي كده، يبقى السلفريك اسيد لا ده اللي هو ايه H2 CO3 ده اللي هو الكربونيك اسيد. طيب نكمل، لو في اي مش عارف اسئلة فاتت او حاجة هنشوفها تاني يعني. الايرن is more active than silver and less active than calcium، هو الايرن از مور ذان اكتيف ذان السيلفر ماشي، اند ليس اكتيف ذان كالسيوم برضو ماشي ماشي، لان انا كده لو بصيت في الـ في الكيميكال اكتيفيتي سيريس هلاقي ان عندي اهو فين الايرن اللي هو الاف اي، ادي الاف اي يبقى هو كده مور ذان السيلفر صح، وليس ذان الايه الكالسيوم ماشي. طيب نكمل، كبر اند زنك دونت رياكت ويز ووتر، الكبر ايوه دونت رياكت ويز ووتر لكن الزنك رياكت، يبقى انا عندي الجمله دي كده فولس. واحط ايه تاني دونت رياكت ويز ووتر، انا ما عنديش غير حاجتين، عندي الكبر وعندي الايه السيلفر. طيب some basic oxides dissolved in water dissolve in water forming acidic solution، ال basic oxide dissolve in water ماشي، some منها dissolve in water لا forming ايه بقى مش ال acidic forming ايه alkalis. burning a piece of coal gives CO gas which is an acidic oxide، هو اه acidic oxide بس ما بتدينيش CO، دي بتديني الكربون دايكسيد اللي هو CO2. طيب the solution produces أو produced from dissolving of non-metal oxides in water turns the violet litmus اللي هي صبغة عباد الشمس البنفسجية solution into red. طيب احنا نشوف هو ايه non-metal ماشي كده بيكون لي الاسيدك صح كده، وبيديني بيحولها للريد كده صح ترو. some alkalis dissolve in water forming bases، لا هو العكس، يعني ايه العكس، يعني هي البيزس some bases dissolve in water forming ايه alkalis، برضو some acids dissolve in water forming acidic ايه oxides ماشي. هنحل برضو السؤال بتاع ال scientific term of each the following a part of million of the million part of meter، قلنا دوت البيكوميتر ال measuring unit بتاع ال atomic size، برضو the measuring unit نفس الكلام، عندي the ability of the atom in a covalent molecule to attract the electrons of the chemical bond towards ادي ال electronegativity. عندي بعد كده في ال covalent compounds in which the difference in electronegativity between their element relatively high دي البولار A compound، بيقول لي the polar compound which consists of one oxygen atom واحدة oxygen مع two atom من الهيدروجين، ده اللي هي ايه H2 اتنين من الهيدروجين H2O اللي هو الووتر، نكتب كده مثلا
طيب هو عايز بولار كومباوند، يعني a kind of element in which their valence shells contain less than 4 electrons، دي على طول الايه الميتالز. طب والنان ميتالز more than. طيب عندي an atom of a metallic element which loses one electron or more during the chemical reaction، دي مين اللي بتعمل ده؟ البوزيتيف ايون، صح كده؟ طالما لوز يبقى هو عنده electrons بيحصل ليها lose فبيديني positive ion. ماشي. A kind of element in which their valence shell contain more than 4 electrons، دي برضو non metals، ونفس الكلام أكيد هيديني الإيه؟ ال negative ion. ماشي. Element whose atom tend to gain، قلنا هي non metals. An atom of non metallic element which gains يبقى negative ion. طيب the inert gas which has the same electronic structure of sodium Na، ما هو ال Na اهو 281، وطالما هو ايون فعمل لوز ل1، وبعرف لوز ل1 مش 2 ولا 3 ليه؟ لانه مديني بوزيتيف تشارج واحده بس، مش كده؟ ده شبه مين؟ ده شبه اللي هو 28 اللي هو النيون، ماشي كده؟ طيب element which have the same properties of metals and non-metals، دول قلنا السيمي ميتالز، او ممكن نقول عليهم الايه الميتالويدز. A group contains the strongest non-metals. The strongest non-metals ده في group 7A، ماشي كده؟ طيب a solution used to differentiate between acids and bases، اللي هو في حالة الأسيدز يديني red وفي حالة البيزس يديني blue، ده الايه؟ ده اللتمس ايه؟ الفايلت لتمس ايه؟ solution، صبغة عباد الشمس. طيب oxides which dissolve in water forming alkaline solution، دي انهي؟ دي الايه؟ alkaline، يبقى البيزيك، ماشي كده؟ ايه oxide بيزيك. طيب substances which turns the litmus solution into oxides، ما هي نفس الكلام البيزيكس. طيب بلو يبقى البيزكس، ماشي. A kind of metal oxides reacts with acids as basic oxides and also reacts with bases as acidic oxides، يعني هي مش عارفة هي عايزة ايه، فدي الاتموفيريك اوكسايد اللي هي الأكاسيد المترددة، ماشي كده؟ بتعمل رياكتس مع الأسيد على أساس إنها بيز، وتعمل رياكتس مع البيز على أساس إنها أسيد، ماشي كده؟ الاتموفيريك اوكسايد. طيب the arrangement of metal in descending order اهي descending according to the degree of their chemical reaction، دي الكيميكال اكتيفيتي ايه series. طيب substance which turns the litmus solution into red دي الايه؟ دي الاسيدز، صح كده؟ طيب the non-metal oxides which dissolve in water forming acidic solution، برضو الـ non-metal oxides اللي هي الـ acidic oxides. طيب هنكمل في الفيديو الجاي إن شاء الله، هنكمل في الفيديو الجاي إن شاء الله الأسئلة 4 ويمكن هيبقى 5 و6، يعني هنحاول نوصل لغاية الـ variant equations، يعني ماشي كده؟ هنكمل على قد ما نقدر لغاية الـ variant equations، وهنعمل فيديو لوحدي للـ variant equations والـ times مع بعض، يعني إن شاء الله قريب جدا هيبقوا التلاتة خلصانين.